عفوا تحملوني قد يكون شوي رطيب بالكلمه بس كده ما عندنا ان شاء الله تكون الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. السلام عليكم أحباب الحسين. إلى هنا سادتي تبلورت صناعة الجوهر الوجودي للقائد الفذ. من البداية كانت حركة القائد تعتمد الرؤية التغييرية لمنظومة الانحراف، ليس لأي قائد إلا أن يكون الحسين الذي يفجر جذور الحق ويحاكم انقلاب النظام الإسلامي رأسا على عقب، لأنه خطر محدق انطلق بغطاء شرعي وتغلف بعنوان الخليفة وتعمد الوراثة الأموية. وعندها اختار الحسين أن يقاتل بسلاح أمضى من السيف وأوسع من التجيش وأقوى من الخوف، نعم إنه سلاح العترة والإمامة والدم. ولهذا بقيت أيام الحسين ليس لها حدود في عالم الزمن، وبقي الحسين إشراقة أمل لفك قيود الأحرار. نعم سادتي، الكثير كتبوا وحللوا ومثلوا وأنشدوا وتأسوا وامتدوا في عالم الوجدان الأدبي من شعر ونثر، لكنهم لم يخوضوا تجربة العطاء بالدم. إلا الحسين أعطى كل شيء لأجل كل شيء لأجل الله. إذن ما أكرمك يا أبا عبد الله، لم تكن أبدا مترفا بالتراجع ولكنك مسرفا بالعطاء وراهبا بالإصرار. نفديك سيدي ما دمنا أحياء، ودمك العذب سيظل يغذي شجرة المضطهدين والجياع والمعذبين. سادة الأماجد، ونحن هنا في مسجد أهل البيت عليهم السلام، تلاميذ المدرسة الحسينية، حفظنا دروسها بإتقان ونفصح عن أسرارها بأجمل بيان. فقدمنا النسخة الأصلية للحسين وحاولنا بحرص وإيثار أن نكون منظومة حسينية تتحرك ضمن شمولية الثورة وحركتها، فتضامن الكل من رجال وشباب وشابات وأشبال، يشد كل منهم إزر الآخر برتابة منسجمة، مثلوا فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فكونوا لوحة رائعة اسمها الحسين، رسمت بريشة فنان تخصص بالوعي والالتزام، وحملت اللوحة على أكتاف المعنيين ممن آثر النوعية بالخدمة والعطاء دون كلل أو ملل. وأخص منهم من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. وأخص منهم الحاج عمار أبو ياسر والسيد سلام الموسوي والحاج أبو حيدر الكارمي والأخ علي العادلي والأخ أبو علي اللبناني والحاج أبو صادق الجد والشاب المهذب سنان محسن والأخ أبو محمد قاسم البحراني والأخ أبو وفاء وغيرهم. تمدهم يد العون من النجلة النسائية من اللاتي كون خلية عمل حسيني مخلص، وعلى رأسها الحاج أم أثير الخفاف والعلوية أم علي الكعبي والأخت أم وفاء وغيرهن ممن خانتني الذاكرة عن ذكرهن من أخواتنا من المغرب العربي، أقصد تونس والمغرب والجزائر ولبنان والعراق والبحرين والسعودية. سعادة الأماجد، ومن معطيات حرصنا الشديد اجتهدنا أن يكون ناطقنا الرسمي سماحة الخطيب الأخ الحبيب الشيخ مصطفى خليل،
الذي أعطى المعرفة الحسينية إضاءات بحس مرهف وإخلاص، وتعامل مع قيم عاشوراء بحرفية الشابة وبلغته العربية والفرنسية، مما عمق العلاقة مع انتباه الشباب، وتأكيداً لمتبنيات خطنا التوعوي عمدنا إلى تكثيف حضور الشباب والشابات، فاخترنا أن يكون سماحة الشيخ أحمد حنيف عميداً لمنبر الوعي وبناء الذات، فأجاد بالإفصاح عن العقيدة الثورية بلغة إنجليزية سلسة وعظية وتحليلية ممزوجة بالمزحة والدعابة، مما عمق الحضور النوعي لأوساط الشباب والشابات. ولتوأمة المسيرة الحسينية الناهضة انبرى عشاق الحسين عليه السلام للتبرع ماديا بجود خلاق وعطاء مفعم بالكرم، فرفضوا قوة الحراك الحسيني جزاهم الله أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعزائي الأفاضل، إننا في مسجد أهل البيت عليهم السلام من لجنة وحضور ومنظمين نجدد شكرنا وامتناننا لكل من ساهم في خلق جو حسيني واعي مسؤول، نخص بالذكر الأخ الرادود المنشد ماجد تريكي والقارئ الحاج أبو برير النجار، وشكرنا يمتد ويتأكد ليجلل خطيبنا الأخ سماحة الشيخ مصطفى خليل الذي سيغادرنا غدا برعاية الله وعنايته إلى أرض الإقامة فرنسا، راجين من الله أن يسدد خطاه ويحفظ أباه ويبلغ سلامنا له ولإخوته ولعائلته، وندعوه الآن ليعمر منبرنا بإفاضاته محاطا ببركة ذكر الصلاة على محمد وآل محمد.